مشاهدين ومتتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للحالات الاجتماعية والإنسانية والملفات القضائية. أيضا معايا لالة فاطمة زوجة سي إبراهيم. سي إبراهيم تحتي لكارت ناسيونال ديالو في 2019 مشى عند الشرطة، قسم الشرطة، دار تصريح بالضياع، دار هنا أنا عندي ورقة كتقول أنا الموقع أسفلة فلان بن فلان ولادات بالادغيس ديالو، وصرحوا بلساني ومسؤوليتي الكامنة أنني ضاعت مني هذا شنية هادي الوثائق ديالي الخاصة، وهي البطاقة ديال البطاقة الوطنية تاريخ 30 11 ماي 2019. المشكل اللي عند ابراهيم سكو من نهار مشات ليه هاد لاكارت ناسيونال ديالو ولا في المشاكل، كل مره كيجيو البوليس كيشدوه يومين حتى كيدوز عند نائب وكيل الملك وكيتلقوا ملي كيوري هاد الورقه بانه ديجا دار تصريح بالضياع ديال لاكارت ناسيونال ودار كارت ناسيونال جديده، كيقولوا حقا صافي شدينا دوك جوج ولا ثلاثه اللي استعملوا لاكارت ديالك القديمه في النصب من 2019، ولكن هذه 4 شهور تشد وما بقاش خرج. 4 شهور حاليا هو في السجن بمشكل ديال الضياع لاكارت ناسيونال، لقى راسه عنده بزاف القضايا ديال النصب. معايا الزوجه ديالو غادي تشرح لنا اكثر وبالتفاصيل. السلام عليكم اختي فاطمه. عليكم السلام اختي. عاودي لينا اشنو لقاو عند راجلك دابا ملي تشد هذه 4 شهور؟ قالوا لي راه عندك الشركات وعندك الطوموبيلات وعندك الديور وعندك، حنا ما عندنا حتى شي حاجه اختي. ماعرفش ما عندكم حتى شي حاجه، ولكن في الاتهام اشنو عنده؟ ما عنده دابا، قالوا كل شيء دابا عنده الشركات قلت لك والطوموبيلات. قال لي شركات بسميتو. بسميتو هذاك الشيء دابا. في الاول الا خرج شي شك كيشدوه، ولكن غير يحقوا معايا يطلقوا ليه. كيعرفوا كيعرفوا زعما داك الشيء ماشي ديالو، ولكن هذه المره 4 شهور دابا. سمعتي وحنا ما راه شتي الحاله ديالنا ما عندنا حتى شي حاجه وكاريين قلتي لي لقاو عنده داروا لي بانه راه عنده جوج سيارات. كاينين كاينين سيارات وكاين قلت لك الشركات وكاينين الطيور وكاين الشركات كيخرجوا 40 مليون 20 مليون 30 مليون هذاك الشيء كيخرج. راجلي انا 20 عام هادي معاه وما عمره دار سميتو، ما عمره عنده الكونت في البنك وما عمره عنده حتى شي حاجه. هذاك الشيء معاه هو ملي مشى عند الشرطه ما حقوش معاه، ما داروش معاه تحقيق. راه قلت لك كيديروا معاه تحقيق وكيقول هذا الشيء زعما ماشي ديالك صافي كيخرج، ولكن هذه المره هذه المره الاخيره ما دارش تحقيق. لا مازال ما طلعوه، مازال ما داروا معاه حتى شي حل. علاش دابا حنا بغينا شي حل؟ ما كاين حتى شي حل دابا 4 شهور والدراري والمصاريف والكرا وما كاين حتى شي حل وما عندنا حتى شي حاجه. راه شنو الخدمه ديالته؟ خياط. هو خياط وما عنده لا هانوت لا ماكينه ديالته، خياطه عند الناس صافي، خدمه عند الناس، المهم بياس عند الناس صافي. داكشي اللي كاين ولا عنده شي مشاريع وحتى حاجه ما عنده؟ حتى شي حاجه ما عندوش. راه داكشي دابا كنفكروا هادشي يعني ما عندوش ماشي ديالو. سمعتي هو خدام قلت لك عند الناس، حتى الماكينه راه ماشي ديالته كيخدم عند الناس. تم استعمال البطاقه الوطنيه ديالته في اعمال ديال النصب والاحتيال، وشي واحد صيب بهم كاع، يقدر يصيب جوج ديال الشركات ودي كونت بونكير. اليوم اختي فاطمه شنو كتطلبي؟ كنطلبوا شي حل اختي لهذا الشيء، حيت هذا الشيء ما مفهومش ليا، خصها داروا شي حل. سمعتي راجلك عنده محامي واقف معاه؟ دابا داروا الدراري محامي، داروا محامي، ولكن المحامي راه كيطلب بزاف الفلوس، حنا ما عندناش هذيك المبلغ اللي كيطلبوا، راه ما عندناش حنا. شحال طلب لكم؟ طلب مليون ونص، جوج المليون، يعني جوج المليون مليون راه ما كاينش عندنا. سمعتي كون كاين مليون جوج المليون بعدا غدير، ولكن راه فين غتجيبها؟ وما كايناش. انا راه ما خدامه ما والو، على قبل سميتو قبل الدراري صافي ما كاين حتى شي حاجه.
شاهدين انا كنتذكر بان هذه ماشي اول حاله، هذه ثاني حاله كنصور معاها. نفس المشكل هو انه ضياع ديال لاكارت ناسيونال كتسبب الانسان في انه كيلقى راسو متهم بشيكات بعقارات انه بحال شراهم. اليوم الحمد لله حنايا العلم تقدم بزاف، كاين التكنولوجيا، ممكن دار خبره يعرفوا في هذوك لي بنك اللي قالوا بانه عنده دي كونت بونكير يا كارتي، ولكن ما كاينش يعني في هاد لي كونط بونكير هادو اللي دار ضروري غيكون هو تنقل بنفسه. ممكن يرجعوا للكاميرات، ممكن دار خبره على الكاميرا تيرجعوا يشوفوا شكون، ممكن دار خبره على السينياتور وعلى الخط، لان هادشي حاليا ولا ممكن ما بقاش شي حاجه اللي صعيبه مع العلم تقدم بزاف. انت شنو الرساله ديالك اختي فاطمه اليوم؟ بغيت اختي شي حل لنا، تخشي اللي تطلبي من المسؤولين، بغيت شي المهم شي المسؤولين شويه المهم سميتو يشوفوا هادشي حيت انا حنا ما عندنا حتى شي حاجه، هادشي راه باين ماشي ديالو، ما عندنا حتى شي حاجه حنا، ما هو ما عمرو حط الفلوس هو في البنك، ما عنده لنا شي حاجه، ما عمرو ما حط الفلوس في البنك، كنا 20 عام دابا ديال الزواج وما عمرو كاينه شي حاجه. شي حاجه الا شنو تبغي تطلبي من المحسنين اللي تيشوفونا اليوم يشوفوا لينا شي حل، يعاوننا يشوفنا شي حل. شنو كتطلبي؟ يقفوا معاه باش يشوفوا سميتو ديالو، ما كاينه حتى شي حاجه، يديروا هادشي اللي قلتي دابا، يعاودوا كاع الخبره يديروا شي حاجه، يدي حيت ما كاينه حتى شي حاجه. قلت لك حتى الخياطه قلت لك راه كيخدمها. اهم حاجه اللي عندك اليوم هي المحامي. المحامي اختي، المحامي باش يديروا معاه شي حل، داكشي اللي كنطلبوا. انا دويت مع الزوج ديالك في التليفون وفي المؤسسه السجنيه، قال لي تقدري تسولي عليا جميع الناس في السوق وفين كنسكن انايا، غادي يقولوا لك عليا بانني انا واحد الانسان زعما كما جاء على اللسان ديالو بانه داخل سوق راسي. قال لي بلي انا كنخدم انايا في الخياطه وحتى ما كنت الخياطه راه ما عنديش، راه كنخدم غير عند الناس، فما بالك انا يكون عندي انايا شركات ولا يكون عندي دي كونط في البنكه ولا يكون عنده سيارات بالاسم ديالو. صراحه هذا الموضوع صعيب وشائك، كنتمنى ان يتم البث في الملف ديال السي ابراهيم باسرع وقت ويكون تحقيق باش نعرفوا الحقيقه كاملة وراء شكون هذا اللي كان كيستعمل لاكارت ناسيونال ديالو. أخت فاطمة اليوم كتطلب المساعدة من المحسنين، كتطلب محامي اللي يقدر يوقف معها ويوقف في الملف ديال الزوج ديالها، خصوصا وهو كيقول بأنه عمره ما دخل شي بنكة، عمره ما دار شي كونت بنكير، وما عمره ما كانت عنده شركة أو سيارة أو حتى شي حاجة في سميتو. هو اليوم كيسكن غير في بيت مع الجيران في الكرة، يعني ما عندوش حتى شي ملك عقاري في سميتو. ودابا مشاهدينا غادي ندوزو عند الاخت ديال السي ابراهيم اللي هو متهم حاليا بالنصب والاحتيال، تعاود لينا بتفاصيل اكثر. السلام عليكم خاطر المغاربه. دا خويا انا اختو وقع لي هذا المشكل، كيطلب بالحق ديالو، هو معمر عنده شي مشكل، هادشي كلشي معمر عنده شي مشكل، معمر دار شي حاجه في هادشي، ملي تودرات لي لاكارت ما قدرش نهضر، ما عرفتش شكون اللي دار ليه فيه المشكل. ودابا مشدود، كان من 2019 تودرات لي لاكارت من 2019، وكيشدوه كيطلقوه، كيحقوا معاه كيخرجوه، هادي كيحقوا معاه اش كيلقاو، كيحقوا معاه كيقول له صافي سير ما عندك والو، ما كيشدوش شي وحدين اخرين في بلاصتو. قال لك شدوا واقيلا ثلاثه من الناس سميتو ديالو، هو من هضرته هو قال لك شدوا ثلاثه، وهاد المره شدوه مده 4 شهور ما بغاوش يطلقوه، قالوا له هادشي كلشي فيها سميتو ديالك، سينياتور ديالك، مشكل بلاكارت ديالك، ما عندنا ما نديرو لك. شدينا المحامي، ما خلينا، ما درنا خوتو وكلشي كيجري معاه، ولكن حتى شي حاجه ما كاينه، هو غير حتى شي حاجه ما كاينه والو، كيقولوا لي هادشي. دابا المحامي حاليا باقي كيدير سميتو، ولكن باقي اش كيقول لكم المحامي؟ باقي البحث جاري، باقي البحث جاري، باقي البحث جاري يا اختي وسميتو. مادام هناك البحث وباقي البحث جاري، الا وهناك نبقاو متفائلين لان باقي لم يتم البث في الملف ديالو، يعني ضروري غيكون واحد البحث وبحث معمق من بعد منه، هو فاش غادي يعرف هذاك الشيء اللي كنتمناه. والسيد راه خدامها على قد الحال، ها فين كيسكن، بيت كاريفيت لولادو،
هو كوزينه في المراح، دار كوزينه في المراح، ما عنده لا شيكات، ما عنده، ما عمره فتح شي كونت في البنك نهائيا، وما عنده حتى شي شركه، ما عندوش حتى شي الاراضي، ما عنده الطوموبيلات، ما عندوش حتى شي حاجه من هادشي. الموتور هو الاول ما عندوش، البيكالا هي الاولى ما عندوش، ما عنده حتى شي حاجه، وكيقولوا له هادشي كل شيء ديالك. حنا كنطلبوا بالقانون ياخذ مجرى اي حاجه، بغينا حنا القانون الخويا ياخذ ليه حقه. كيهدد حياته، قال لك لا الا وقع لي انا هادشي ما بغاوش، ما خرجونيش منه، غندير شي حاجه في راسي، انا هادشي ما غندوزوش. 40 مليون ما تحملش انه يكون مظلوم ويدخل، ما تحملش نهائيا. ديما كيهضر معانا من تما من عكاشة، كيقول لنا الا ما داروش ليا الحل غنقتل راسي في الحبس. حنا بغينا خويا ياخذ حقه. كنطلب سيدنا، كنطلب السي الحموشي، اي واحد، الجمعيات، اي واحد بغيت لي يوقف ليا مع خويا، خويا مظلوم، بغيت لي يوقف ليا معاه. ما بغيناش يدوز الحبس باطل، ما بغيناش يدير شي حاجه في راسه. اول اسميتو وقع ليه كيما وقع زكريا الشويخ، حتى هو ما خداوش ليه حقه، حرق راسه. هو دابا دفنو غير البارح. انا خويا ما بغيتش يوقع ليه بحال هكاك. يلا ماتت ليا اختي مده شهرين، ما بغيتش خويا حتى هو نتصدم شي حاجه جات من عنده. كنتمنى، كنطلب سيدنا وكنادي السي الحموشي، الله يرحم الوالدين اللي سمع هاد النداء، بغيت لهم يوقفوا لي مع خويا. الله يرحم لكم الوالدين. وخويا هادشي كلشي ما عندوش، انتما كتشوفوا فين كاين الماكينه خدامه عند الناس، ماشي ديالو. الماكينه ديال الخياطه خدام هو خياط، كيدوز البياس للناس، ماشي ديالو. اي حاجه في هادشي اللي داروا ليه ما دارهاش. كون دار شي حاجه هو ما غيطلبش القانون، كون دار شي حاجه فهاد الشو ولا عنده الاد فهاد الشيء ما غيطلبش القانون، ما غيطلبش باللي هو بغى يدير سميتو في المواقع الاجتماعيه. هو قال لك بغيت الناس كاملين يعرفوا اش كاين، باش حتى لو وقعت ليا شي حاجه انا عارفه اش خليت مورايا. بغيت الناس، بغيت اي واحد ياخذ ليا حقي. وكنادي عاوتاني سيدنا الله ينصره، الا سمعت هاد النداء الله يرحم لك الوالدين، الله ينصر اسره العلويه. سي الحموشي اللي سمع هاد النداء، بغيت الحق ديال خويا يبان ان شاء الله. الرساله ديالك اكثر من واضحه. كيف ما سمعتوا ما بقيناش باغين نفس السيناريو ديال زكريا، يبقى يتعاود 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 يتعاود. نعم، اي مكالمه كتجي من عنده كيقول لي انا الا ما خداوش ليا حقي غندير شي حاجه في راسي. السي ابراهيم اليوم عنده 42 سنه، عنده وليدات وعنده امراه، ما يمكنش. كيحس بالحقره، كيحس بالظلم. نعم، ولكن انا كنقولها وكنعاودها، الانتحار ليس حل. ما نفقدوش الامل في الله وما نفقدوش الامل في العداله. انا عندي يقين باننا نحن في بلد المؤسسات وبلد القانون، القضاء مستقل. اختي انا كنقول لك غير صبروا شويه، نشوفوا البحث، لان البحث لازال جاريا، فنشوفوا البحث باش غادي يسالي. اي نعم، كما جرى على اللسان ديال ابراهيم بانه مستعد انه يمشي ويبحثوا عليه فين ما بغاو، يمشيوا لاي بنكه كيتحداهم، انه عمره ما دخل ودار اوفرتور دو كونت في حتى شي بنكه. ف هو مستعد لاي بحث، فالبحث لازال جاريا عند القضاء. كنتمنى بان هذا الشيء يتسرع، وان شاء الله ما غنوقفوش هنا، غادي نكملوا القصه، غنتبعوا مع سي ابراهيم والاخت ديالو والام ديالو ان شاء الله، ملي غنعرفوا امتى غادي تكون عنده الجلسه. شكرا لكم، صرتوا معنا نهايه ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي، خلف الكاميرا اشرف عوينه، لنا صوره ولكم التعليق. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.